عسلمة عسلمة، شنحوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي صحة جيدة يا رب العالمين. دونك اليوم جيتكم فيديو جديد بعد غيبة هكا طويلة شوية. سي بون، ربي ان شاء الله بنجاح الكلام ذا الكل. بي ناس بكري شنو قالوا؟ قالوا كلمة لا ما تجيب بلا، وكلمة لا هي راهي كلمة من الكلمات اللي لازم تكون في القاموس متاعك. دونك ما تحشمش انك انت باش تقول لا على حاجة والا تقول لا لأي حد. كلمة لا هي ما هي الا توكيد لحقوقك. دونك يلزمك تحطي روحك اولوية في حياتك وفي نفسك وباستمرار. يعني انت لازمك تكوني اولوية في حياتك قبل ما تكوني اولوية عند الغير. دونك حبيبتي تعلمي انك تقولي لا على الحاجة اللي ماهيش عجباتك، تعلم انك تقول لا على الحاجة اللي انت رفضتها ومش عجباتك، تعلمي انك تقول لا على الحاجة والا للشخص اللي يعملك ضغوطات. دونك قول لا. كلمة لا مش معناها انك انت انسانة انانية والا اللي انت انسانة دونك متزمتة برايك، بالعكس هي قمة العدل مع روحك، قمة العدل مع نفسك، انك انت تكوني عادلة مع روحك، انك تقول كلمة لا على حاجة حاسة انها باش تسبب لك ضغط نفسي. دونك في الحالة هذية تولي كلمة لا تبعد عليك برشا مشاكل نفسية بالاساس، اهمها استرس، وكلنا نعرفوا اللي استرس هو مرض العصر وقت تو. وكيما نعاود نرجع نقول لكم كيما قلت لكم في الاول، انه ناس بكري قالوا كلمة لا ما تجيب بلا. دونك خليك قوية وقول لا بالفم والملا، وما تخافش انه فلان باش يتغشش منك والا فلتانة باش تغشش وتتنرفز. تخليهم يتفلقوا يا اختي، اللي باش يتغشش كي نقولوا لا يتفلق اموره. خاطر عزيزتي الشخص اللي بالحق يحبك واللي انت تعني له حاجه هكايا ولو بسيطه في حياته، راهو مستحيل انه باش يحكم عليك والا باش يتغشش منك لمجرد كلمه لا قلتها، سواء على خارجه ما عينكش تخرجها، ولا حتى زميلتك مثلا في الخدمه ما اتفقتش انت معاها في الراي وقلت لي على حاجه في الخدمه ماكش مقتنعه بها وحاسه انها غلطه. يعني ما نصورش، قول لا على اي حاجه تشكل ضغط عليك. واذا ما تحبش تقول كلمه لا ديريكت هكاك في الوجه، يسالش اقل حكايه، قول اعطيني فرصه نخمم، خلي لي وقت نفكر في الموضوع، وخذ انت وقتك وقرر. واذا الموضوع لازم يتحسم بكلمه واحده يا نعم يا لا، وهو مقلقك طول اختي قول لا، وما تعبش روحك نفسيا. صحتك النفسيه مهمه جدا، وانت اهم من الكل، وانت اولويه في حياتك. خليك قدها. باي.